واللي بعديه طبعا كمان شيق كتير، اللي هو حجر بيلاطس البنطي اللي اكتشف في كيساريا. نعم، يعني لما بيجي يقولوا بيشككوا في بيلاطس وبيشككوا في تيباريوس، يعني الحجارة تصرخ، بيروحوا نعم. علماء آثار عم يفحصوا في المسرح المشهور الدائري المعروف في آثار مدينة قيساريا، بيلاقوا كترة حجرية، بيفحصوا بيلاقوا مكتوب عليها جزء من إهداء من القيصر تيباريوس لا بيلاطس بونتيوس والي اليهودية، البيلاطس البنت يا والي اليهودية. نعم الوالي، يعني بيقول لك مين القيصر ومين الوالي. وبدكش تصدق ما تصدقش، بس هي تفضل الأثر عم تحكي. لا والحجر موجود أخ مكرم، يعني حتى حاطين ريبليكا للحجر اللي اكتشف في اللغة اللاتينية، ما زال موجود في كيساريا عند نعم. البحر الأبيض المتوسط. نعم نعم الأصلي أعتقد أنه موجود في متحف إسرائيل، لكن كله موجود يعني. نعم نعم. وبعديها كمان بتتكلم عن ختم بيلاطس، يعني اطلع عليها قديش جميلة أنه يلاقوا شيء. أنا قبل ما أحكي عنها بس اطلع على صورة الختم، يعني البيضوية مكتوب يعني باليوناني، يعني ابدا من اليمين وانزل يعني بحسب عقارب الساعة، باي يوتا لامدا الفا تاو اوميكرون، يعني بيلاتو يعني لا بيلاطس، يعني في اليوناني ال ال ال, ال القواعد اليونانية في نهاية في السفكس في نهاية الكلمة، فبيلاتو يعني لا بيلاطس، يعني هذا الختم لا بيلاطس. أنا حاططها باليوناني برضو، تبتدي في اليمين بالأول حرف الأوكي بعدين للشمال، زي هيك شبه دائري بس باتجاه يعني باتجاه عقارب الساعة. أيوة فبيلاتو يعني لا بيلاطس، وهي طبعا لقوها في محل كمان معروف لحضرتك، واضح أنه هو يعني محل موثوق جدا، اللي هو هيروديون اللي بناه هيرودس الأكبر في جنوب شرق بيت لحم. فحصوا طلعوا عليه، لقوا مش بس الاسم موجود، حتى الرمز اللي محطوط عليه وعاء الخمر هذا الديني الطقسي يسموه باللاتيني كراتير، يعني اللي هو يعني بيرمز لرتبة الفرسان عند الرومان. فيظهر أنه بيلاطس كان في هاي الرتبة، لأنه كان في رتب للحكام، وعلى الأغلب أنه بيلاطس أو واحد من المساعدين كانوا يستعملوه للتوقيع للختم الرسمي تبعهم. يا وانت يعني موضحها في اليوناني بيلاتو، في اليوناني يمكن مفهومة أكثر لما يعني وضحتها باليوناني عن الختم، لأنه كانت نعم. قسمين على الختم موجودة، يمكن ما تكونش واضحة للناس. هي شكل دائرة، عشان هيك يعني هو نفس الكلمة بس شكل بيضاوي يعني كاتب. نعم